لا شيء يأتي دون عناء، لكن أن يعتمد عليك الآخرون دون غيرك، فهذا أمر مطلوب. فئة جراري العربات في أسواق راولبندي ذات الأزقة الضيقة تنتشر بشكل كبير لنقل البضائع من مكان لآخر، حيث يعتمد عليهم التجار بشكل رئيسي. نعتمد في نقل البضائع من مكان لآخر على هؤلاء الفئة من العمال، فنحن تجار جملة ونحتاج لنقل البضائع عبر أزقة لا تستطيع السيارة أن تدخلها، إضافة لانخفاض تكاليف النقل. زاهد حميد أحد جراري العربات الذين يعملون هنا، والذي اصطحبناه في جولة منذ بدايتها وحتى إيصال البضائع، جولة لا تخلو من التعب في فصل الصيف وخاصة في شهر رمضان المبارك، لكن مردودها جيد ومرضي. لا شك أنه عمل متعب، فأنا أعمل من الصباح حتى المساء، أكسب قوتي وقوت أسرتي بالحلال. علينا أن نعمل لنكسب، وأمامي هذا العمل لا أعول أسرتي بكسب شريف بالرغم من صعوبته. العربات التي يقوم رجال بنقل حمولتها طريقة كانت قد ظهرت منذ عهد المغول، حيث بنيت هذه الأسواق ضيقة الطرق لتفادي هجمات اللصوص وللسماح فقط بحمولات البضائع من الوصول للمحال التجارية، لا استغناء عن هؤلاء العمال، وعملهم لا يخلو من المشقة خاصة في أجواء الصيف الحارة وفي شهر رمضان المبارك. إسماعيل مطر، الغد، إسلام آباد.